تفضل. شكرا جزيلا، صباح الخير عليكم جميعا. و يعني سعدت اليوم بمقابلة مع دولة الرئيس نبيه بري في مطلع الحقيقة زيارة إلى لبنان لمدة يومين. يعني الحقيقة طال أمدها، كان مفروض نكون موجودين قبل ذلك نتيجة للأوضاع في لبنان. تعودت الجامعة العربية على مواكبة الوضع اللبناني في كل تفاصيله، لكن طبعا في ضوء ظروف كثيرة منها الظروف الإقليمية يمكن توقفنا عن هذه المواكبة والزيارات عدة أشهر. الآن عدنا لاستئنافها لأننا يعني مستشعرين حجم الوضع الإقليمي المتوتر وما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات سلبية على لبنان. طبعا في لبنان في عدة أمور ومشكلات سياسية أهمها وفي طليعتها وفي قلبها موضوع الشغور الرئاسي الذي يعني يعطل الكثير من الملفات والأمور والعمل في الدولة اللبنانية. فطبعا بالتأكيد الحوار مع الجميع ينصب على هذا الموضوع وعلى موضوع الوضع في الجنوب نتيجة الحرب الدائرة وكيفية الوصول إلى نهاية لهذا الوضع وكيفية أيضا حل مسألة الشغور الرئاسي. ففي هذا الإطار وهذا السياق تتم الزيارة وتتم اللقاءات مع مختلف الأطراف والسياسيين اللبنانيين ورؤساء الكتل النواب، وإن شاء الله نستطيع يعني بنهاية الزيارة إنه نصل إلى خلاصة إيجابية أكثر بشأن الوضع في هذين الموضوعين تحديدا. سعادة السفير، هل حملتم رسالة معينة من الجامعة العربية للرئيس؟ لا، احنا تعودنا اولا في المقابلات مع الرئيس بري انه يكون فيها هذا النوع من التبادل الرأي الصريح، اولا لانه هو بطبيعة منصبه وبطبيعة يعني وجوده السياسي المخضرم على الساحة هو شخصية لديها الكثير من القدرة والحنكة السياسية، فالاستماع إلى تقديره هو أمر في غاية الأهمية. أيضا دائما ننقل للرئيس بري وللجميع في هذه الزيارة الحقيقة ننقل لهم ما نراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي، بحيث طبعا هم الجميع يعني يتابع الوضع العربي والإقليمي، ولكن دائما نحرص على أنه نضع رؤيتنا في هذا المجال لأنه نعتقد أن يعني المشاركة في هذه الرؤى تفتح المجال أكثر للعمل الصحيح السليم المبني على أسس وعلى إدراك كامل بخبايا الأوضاع بتحديات التي يواجهها هذا البلد. نحن هنا أيضا للتضامن مع الشعب اللبناني ومع الدولة اللبنانية في ما تواجهه من مخاطر بخصوص الوضع في الجنوب والحرب مع إسرائيل، وبغض النظر عن أي أمور الجامعة العربية تقف مع لبنان وتقف مع لبنان بشكل كامل. السفير، سبق وزارة لبنان قبل عامين تقريبا كان في خلاف عمود بين الأفرقاء اللبنانيين، اليوم بعد سنتين هل تتصور أن الجامعة العربية قادرة توصل لحل خاصة بظل الخطورة
الوضع في لبنان؟ صحيح، الانقسام بالفعل من سنتين كان انقساما عموديا وكان أمر صعب. الآن في هذه الزيارة، ويمكن أنا لم أستكمل لقاءاتي، ولكن في يعني مما أستشعره من الحوارات التي أجريتها حتى الآن، الانقسام ليس كما كان، ليس كما كان. هناك يعني مساعي للوصول إلى تفاهمات، بما في ذلك حقيقة ما تحدث عنه الرئيس بري ومسعاه للحوار. نعرف أنه الرؤى قد لا تتلاقى بالكامل حول هذا الموضوع، ولكن في النهاية يحتاج أمر حسم الشغور الرئاسي إلى المزيد من التشاور بين السياسيين. هذا الأمر ليس أمراً يعني سيئا في حد ذاته، لكنه ليس بالضرورة أن يكون يعني شرطا في كل مرة يحصل فيها انتخابات رئاسية تمشي الأمور بهذا الشكل. فما بين هذه وتلك لابد أن هناك مساحة للسياسيين لكي يتوصلوا إلى شخصيات أو شخصية واحدة يمكن أن يعني تكون مناسبة للمنصب الرئاسي، ولا بد أيضا أنه الجميع يكون لديه هذا القدر المطلوب من إبداء المرونة لكي تتقدم الأمور بالبلد. لأنه حقيقة ما استشعرت أن الوضع الداخلي يعاني كثيرا بسبب الشغور الرئاسي، من ضمن أمور أخرى طبعا تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات بالشكل الكفء الذي كان يجب أن يكون موجودا وقائما. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا منعود لكم مباشرة، مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا اللقاء يأتي ضمن زيارته التي ستستمر ليومين، سيلتقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عند الساعة 5، وسيكون لديه عدة لقاءات كان قد بدأها مع النائب سامي الجميل. تجدر الإشارة إلى أن اليوم الملف الأساسي الذي حضر من أجله حسام زكي هو موضوع الشغور الرئاسي. هو قال بأنه عندما حضر في المرة الأولى كان هناك انقساما عموديا، إلا أن اليوم يرى بأن الانقسام مختلف والأمر يستدعي المزيد من التشاور للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وهو أثنى على الجهود التي يقوم بها بري في هذا الإطار والدعوة إلى الحوار. كان قد شدد أيضا على أن حسم مسألة الشغور الرئاسي يحتاج إلى المزيد من التشاور، وقال بأن الجامعة العربية تقف مع لبنان، وأشار إلى أنه هو تبادل للرأي الصريح كان بينه وبين الرئيس بري. وننقل إلى الجميع ما نراه من تقدير للموقف العربي الإقليمي والدولي. في هذا السياق تأتي كل اللقاءات. و أشار أيضا بأنه يعني في وصف بأن ربما تأتي هذه الزيارة متأخرة، إلا أن هناك عدة مواضيع إقليمية، إلا أن اليوم يعود ويستأنف المزيد من اللقاءات هنا في لبنان، وذلك حرصا على وضع لبنان الإقليمي والوضع التصعيد بجنوب لبنان. هذا أبرز ما جاء على لسان حسام زكي. تشدر الإشارة
أشار أيضا إلى أنه كان قد التقى كما ذكرنا السامي الجميل، وكان هو البحث تركز على ملفين أساسيين: الانتخابات الرئاسية والوضع الإقليمي المتأزم والحرب التي يخوضها حزب الله في الجنوب. وقد أكد رئيس الكتائب رفض استئثار حزب الله بقرارات الحرب والسلم، وزج لبنان في حرب لن تجر عليه سوى المآسي، وقد أثبتت أنها لم ولن تخدم غزة، وأن حل الدولتين الذي يمنح للفلسطينيين حقهم بوطن قابل للحياة هو المخرج الوحيد لوقف الحرب واستقرار المنطقة. وفيما خص الملف الرئاسي، كرر الجميل التأكيد على موقف الكتائب الثابت ورفضه الخروج عما ينص عليه الدستور في هذا الإطار، والتمسك بالعملية الديمقراطية وبضرورة انتخاب رئيس يتوافق عليه اللبنانيون ويكون قادرا على محاورة كل الأفرقاء والخارج ووضع لبنان على سكة الحل. إذن حسام زكي في زيارة مفاجئة إلى لبنان، والبداية كانت بزيارة سامي الجميل وهنا من عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب طبعا نبيه بري، ومن بعدها سينتقل لزيارة رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي عند الساعة 5. فهذه هي أجواء الزيارة التي ستكون على مدى يومين. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غذاء جبيلي وعلي شقير.